المهم اللحوم المصنعه. اللحوم المصنعه اللحوم المصنعه ديت خطر قوي، لان كلها يقول لك ده غالي، ده انا جايب اغلى نوع، ده انا جايب بتاع مختلف، كله فيه بيحطوا فيه دهون ومفيش حاجه اسمها كده. ما هو اللحمه بتبقى 180 يعني جنيه، مش هيبيعها لك ب 60 جنيه ويقول لك ديت ايه لحوم. خطورته في وجود الدهون فيه بس، ولا دي حاجه تاني؟ حاجه المواد الحافظه اللي فيه كمان بيحطوا فيه مواد حافظه عشان يقعد كده. طب انا اعمل ايه وبيزود في الوزن؟ عشان كده اي كولد كاتس اسمها كولد كاتس او اللحوم المصنعه كلها بتزود في الوزن. طيب اعملها في البيت؟ ممكن، بس ناخد بالنا كمان ان هي هتزودي في الوزن زي ما انا عاملاها في البيت وعارفه اللحم بتاعتي والفراخ بتاعتي، لكن بيحطوا فيها الجبنه المثلثات اللي هي النستو، فدي بتزود في الوزن. فان هي تيجي تقول لك انا هعملها في البيت عشان اولادي، ماشي يا ستي اعمليها في البيت وهي صحيا سنه، لكن لو انا عايز اخلي الولد ما يزيدش في الوزن، مش هجيب له سندوتشات فينو واحط فيها. ما هناكل يعني ناكل جزر يعني هناكل هنفضل ناكل خضار. مش جزر كمان، الجزر ممكن يتخن بعد. لا بقى ايوه، ما هو ناكل خيار وسلطه، لكن الـ الاهم ان احنا ناكل اكل متوازن. فعلا الاكل متوازن، يعني لازم نحط الفاكهه بدل ما نبقي اولادنا نديهم نقول لهم خد الشوكولاته ديت كجايزه، ادي له الفاكهه التفاحية ديت هي الجايزة، انت لو عملت حاجة ديت وبقيت كويس انا هديك تفاحة. الله، شوف بقى رد فعلها مثلا، او هديك الولد هينبهر بقى، هينبهر هديك بقى، بص هديك شقة بطيخ. الله يا عيني. الله يا الله. وهو ده بقى يبقى الفرحة والسعادة اللي يجي لها للولد، ان هو انا هيجي لي شقة بطيخ، فدي حاجة كويسة جدا. فاحنا نبقى فرحانين، ونبقى الولد هو مش هيفهم، هو مش فاهم الشوكولاتة من شقة البطيخ، ان هو فاهم ان دي الجايزة. طبعا. طيب هروح مع حضرتك. احنا مش عارفين نروح مع حضرتك. انا معاكم يعني انا خلاص هقفل الشق النفسي، بس ممكن اقول اخر نقطه فيه. أيوة، عشان هو ملف بجد مهم. الشخص اللي هو بيوصل للمرحله سواء كبير في السن او غيره، وبالتحديد كبار السن. أيوة. لما يقول لك خلاص انا قربت حياتي تخلص، قربت اموت، واتيفر، فانا مش هاكل بقى اكل صحي، انا هاكل اللي نفسي فيه. انا ده برضو بنسمعه من ناس كبيرة في السن. حضرتك قلتي نقطة مهمة جدا. أنا بيجيلي وعيانين، ولسه امبارح جالي عيانين، وهي أهلوية فظيعة على فكرة، بتحب الأهلي جدا، وقلت لها أيوة، بتقولي وبشجع الأهلي وبعمل حاجات كده، وسنها كبيرة في السن وبتعمل دايت. قلت إزاي هي بتعمل دايت لغاية دلوقتي؟ يعني هي عمرها كام مثلا؟ 80. ما شاء الله، حلو. وبتعمل دايت هايل. ليه؟ عشان عندها مشكلة في ظهرها وبتتحرك، ولما قلت في الوزن كل بقى مشاكل الظهر ابتدت تتحل اكتر وبتقل في الوزن. فحكايه ان انا خلاص بالزبط. يبقى انا كده هموت، لا، انا ابتدي اقاوم الحاجات دي وابتدي صحتي تبقى احسن، ولو حصل ان انا الوقت جه خلاص، لكن ما سيبش انا نفسي علشان اوصل لكده. طول ما انا هقاومه هي ممكن تموت الناس كلهم وهي لسه تبقى عايشه، فانا عشان كده ابتدي اعمل واستمتع بحياتي. أيوة. وتخرج وتتفسح. كل دقيقه احنا عايشينها دي حاجه ربنا مديها لنا. ما ينفعش لحد يجي يقول لك خلاص بكره الكلام ده، زماننا وزمن يعني بجد ايه الانهزاميه في التفكير ده؟ طول ما انت بتتنفس يعني ربنا مديك فرصه انك تعيش، يعني اكيد ربنا مش عايزك برضو تبقى كئيب او حزين في الدنيا. واستمتع يعني استمتع بكل لحظه في حياتك، يعني لو لقيت وقت للخروج اخرج، لو لقيت وقت انك تصرف اصرف. يعني الناس اللي هم كبار في السن، وده اللي بقول لهم كده، بقول لها عندك ذهب وكده، بيعيه. ايه ده؟ ابيعيه واصرفي على نفسك، ما تسيبيش حاجه لحد، ما تسيبوش حاجه لحد. ليه؟ انبسطي نفسك، اخرجي وهيصي ليكي، وعايزه تسيبي ماشي، لكن ابسطي نفسك الاول. أيوة. ما تموتيش نفسك قبل ما عشان الاهل. برضه احنا